مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل من الحمص وجبه كتير سهله وبسيطه ومغذيه وما بتاخد وقت معنا بالتحضير. اول شي بدي صفي الحمص وغسلن. بعد ما غسلت الحمص وصفيتن بحطن بالمقلاي وبحطن على الغاز، بحط فوقن زيت زيتون. حطيت حوالي ملعقتين طعام زيت زيتون، كمان عندي هون ملح، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، نص ملعقة صغيرة حبق، نص ملعقة صغيرة بابريكا، وربع ملعقة صغيرة ثوم. بحطهم فوق الحمص كمان، بخلطهم مع بعض. إذا بتحبوا بتضيفوا نص ملعقة صغيرة حار ناعم. بقليهم على الغاز حوالي 4 دقائق. بعد ما قليتهم 4 دقائق هلا بطفي الغاز وبكفي انا وياكم الطريقه. بعد ما عملنا الحمص هلا بحطهم على جنب ليبردوا، بدنا نبلش بالصوص. اول شيء بدي احط ملعقتين طعام زيت زيتون، كمان بحط ملعقه طعام عسل. إذا ما متوفر عنا العسل فينا نحط ملعقة صغيرة سكر، ملعقة طعام عصير حامض، كمان فلفل أسود، بحط حوالي ملعقة صغيرة فلفل أسود، بحط رشة ملح صغيرة، بخلطهم مع بعض، بخلطهم بملعقة صغيرة أفضل. هلا بحطهم على جنب. بعد ما عملنا الصوص للسلطة هلا عندي هون خيار، بندورة، جزر، بقدونس، فليفلة حمرا وخضرا، وبصل. بحطهم بالجاط فوق البندورة والخيار. كمان بحط الحمص، برد الحمص عنا أكيد. بحط الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. بخلطهم مع بعض. وجبة غريبة وكتير كتير صحية. هلأ صاروا جاهزين للتقديم. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم من علبة الحمص، وجبة كتير كتير بسيطة واقتصادية ورائعة بهيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.